بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم بمشيئة الله Integrals of Trigonometric Functions، حنكامل الدوال المثلثية. لكن قبل كذا دعونا نستعرض بعض القوانين الهامة والتي كنا قد عرضناها في السابق. في محاضرتنا اليوم في الحقيقة سنأخذ أمثلة كثير على تكامل الدوال المثلثية. فعندي أول تكامل، نعيد التكاملات السابقة، تكامل الساين سالب كوزين. طبعا يفضل أن نضع التكاملات كما وضعناها في التيبل في محاضرة سابقة، نضع المشتقات في ناحية والتكاملات في ناحية أخرى من أجل نربط بين عملية التكامل والتفاضل. فأنا عندي تكامل الساين بسالب كوزين يو، وتفاضل الكوزين لو ضربت الطرفين بسالب ساين يو، وهكذا عندي هنا تكامل كوزين يو بساين يو، وتفاضل الساين بكوزين يو. سيكن سكوير يو، ذا انتجرال اوف سيكن سكوير يو تان يو، والعكس. يعني لو تفاضلت التان يو حديني سيكن تربيع. نفس الحكاية، عندي الكسيكان كوسيكان تربيع يو بماينس كوتانجنت يو لو ضربت الطرفين في السالب، واشتقيت الكوتانجنت يو حيديني سالب كوسيكان تربيع يو، وهكذا تكامل السيكان تان يو بسيكان يو. لو فضلت السيكان يو احصل على السيكان يو تان يو، عشان احنا قبل كذا كنا نقول السيكان كنا نسمي ناتج هذا التكامل الدالة الأصلية F capital التي لو اشتقيناها نحصل على دالة التكامل. بعد كده تكامل كوسيكان يو كوتانجنت يو بسالب كوسيكان يو، لو ضربت الطرفين في سالب واشتقيت الكوسيكان يو حيديني كوسيكان يو كوتانجنت يو. طبعا هذه القوانين احنا في الرياضيات لما نريد نحفظ القوانين نأخذ أمثلة عليها وتمارين ونحفظها بشكل غير مباشر. برضه جمعت لكم القوانين اللي فيها اللين، يعني لاحظوا القوانين السابقة كان مباشرة، يعني أكامل أحصل على الدالة الأصلية، أشتق الدالة الأصلية أحصل على دالة التكامل. في عندي هنا أربعة تكاملات اللي ناتجها بلين، حبيت أضعها بمفردها. هذه التكاملات تانيو بلين أبسوليوت أوف سيكانيو كوتانجنتيو برضو بلين ساينيو سيكانيو بلين سيكان بلاستان تكامل كوسيكان يو بلين كوسيكان يو ماينس كوتانجنت يو بلاسين. حنحاول نثبت بعض، يعني حنثبت هذا القانون او نوجده، وهذا بالمثل برضو حنوجد هذا القانون وهذا القانون بالمثل. بالتالي لو استطعنا نحل اكثر من مثال واكثر من تمرين حنجد انفسنا استوعبنا هذه القوانين الهامة. نأخذ مثال evaluate، مثال example، مطلوب مننا حساب التكامل التالي tan x dx. طبعا انا عندي القانون يقول لن absolute value of secant، لا انا اريد prove that how to find this rule. الحل solution، طبعا احنا كان ممكن نجيب السؤال بشكل اخر، نقول مثلا show that مثلا تكامل tan x dx equals ln secant x plus c. ممكن نصيغ السؤال بشكل اخر. طيب يلا نوجد هذا التكامل، تكامل tan x dx. طبعا انا في عندي متطابقات شهيرة قلناها في محاضرة ما، انه عندي الساين اكس تساوي او مقلوبها واحد على كوسيكان اكس، والكوزين اكس مقلوبها واحد على سيكان اكس، والتان اكس تانجنت اكس يساوي ساين اكس اوفر كوزين اكس. التان اكس يساوي تانجنت اكس يساوي واحد على كوتانجنت اكس، اذا الكوتانجنت اكس مقلوب التان اكس. اروح اقالب هنا حيديني ايش كوزين اكس على
سين إكس. هذه متطابقات شهيرة ينبغي أن تكون موجودة دائما لدينا في الذاكرة. طيب يلا نكمل مع بعض. قبل ما أكمل، التان إكس عبارة عن إيش؟ أو من هنا التان إكس عبارة عن سين إكس أوفر كوزين إكس دي إكس. طيب واضح هنا؟ لو فرضنا المقام بيو، قلنا ليت يو إيكوالز كوزين إكس، والديو مشتقة الكوزين بسالب سين إكس دي إكس. ممكن أضرب هنا في سالب أو أضرب هنا الطرفين في سالب، حيصير عندي سالب ديو سين إكس دي إكس، وبالتالي سين إكس دي إكس أرفع شيء له حط بدال إيش؟ سالب ديو. يلا الآن إذا التكامل وسمينا التكامل الأصلي آي، إذا آي يساوي تكامل، حروح شايل أو سين إكس دي إكس وحط بدال إيش؟ سالب ديو، وشيل الكوزين إكس وحط بدالها يو، أو اكتب هذا الشكل أو سالب واحد على يو ديو. طلع الإشارة السالب برا، يصير عندي واحد على يو ديو. طيب إحنا لما أخذنا الدرس تكامل أو درسنا موضوع اللوغاريتمات والدوال الأسية، فواضح هنا أن البسط مشتق للمقام، إذا ناتج التكامل لن المقام. واضح؟ إذا ناتج التكامل لن المقام. طيب هستخدم هنا خواص الدوال الألغوريتمية اللي قلنا، لو عندي لين بي أس آر هي عبارة عن آر في لين بي، فالآر ممكن أخذها وأخليها أس لي البي، إذن هذا الناتج حيبقى عندي لين مقياس أس سالب، ممكن أنزل المقياس في الأسفل، حيبقى عندي لين واحد على مقياس يو. أعود إلى المتغيرات الأصلية، ln 1 over u، اليو اللي هي بكام؟ كوزان x. طبعا عندي واحد على كوزان x، أهو من هنا أهو من هنا، لو قلبت الطرفين حيبقى عندي واحد على كوزان x ساوي سيكان x، إذن هذا المقدار حستبدله بإيش؟ بسيكان x، إذن هذا يساوي ln سيكان x بلس. وبكذا نكون أوجدنا هذا التكامل وأثبتناه. بالتالي خلاص الآن حيبقى عندنا في الذاكرة هذا القانون، يعني بهذا الشكل نحفظ القوانين نحو الأمثلة نحو التمارين، وبالتالي يثبت لدينا القانون. بالمثل بالنسبة لي المسألة الثانية، تكامل كوتان يو، وهذا عليكم، أو تكامل دي إكس، نفس الحكاية حستخدم نفس الفكرة، أنه كوتان إكس يساوي كوسين إكس على سين إكس، كوسين إكس على سين إكس. مباشر هنا عندي، إذن حيصير عندي تكامل أهو كوسين إكس على سين إكس دي إكس، البسط مشتق للمقام، إذن ناتج لن المقام. لاحظ حصلنا على النتيجة مباشرة. طيب نأخذ مسألة أخرى برضو، نشوف تكامل سيكان إكس، نحسب تكامل سيكان إكس. إكزامبل 2، إكزامبل آخر، إيفاليويت نحسب التكامل برضو سيكان إكس دي إكس. سوليوشن طيب بالنسبة لهذه المسألة أو لهذا التكامل، سيكان إكس حرف ضارب البسط والمقام في هذا المقدار، سيكان إكس بلاس تان إكس دي إكس، يعني هذا المقدار واحد، سيكان إكس بلاس تان إكس على سيكان إكس بلاس تان إكس. يلا حنضرب الآن البسط
هاكو عندي سيكان في سيكان، سيكان تربيع اكس، سيكان في تان على سيكان اكس بلاس تان اكس دي اكس. طيب الاحظ هنا برضو لو فرضنا المقام فيو، لو فرضنا المقام فيو وقلت هنفرض المقام فيو سيكان اكس بلاس تان اكس، اذا الديو عندي ايش تفاضل السيكان بي سيكان تان، نراجع التفاضل بشكل جيد، والتان اكس سيكان تربيع اكس دي اكس. فواضح هنا ان البسط مشتق للمقام، اذا التكامل اي اهو المقام فرضنا بيو سيكان اكس تان اكس زائد سيكان تربيع اكس دي اكس بديو، وهذا يديني تكامل ln يو بلاس سي. وبالعودة الى المتغيرات الاصلية، احنا فرضنا يو بسيكان اكس بلاس تان اكس بلاس سي. طبعا بالمثل حساب تكامل وحتركه عليكم اللي هو ايش كوسيكا تكامل كوسيكان اكس، حروح ضارب وعليكم اكماله كوسيكان اكس ماينس كوتانجنت اكس على كوسيكان اكس. بالمثل هنا البسط حيكون مشتق للمقام ونحصل على نفس النتيجة في القانون. طيب نبدأ نتدرب على بعض المسائل، نتدرب على بعض المسائل الأخرى. example evaluate احسب التكامل sin 5 x dx. طبعا تكاملات بسيطة وجدا. طبعا المسألة ليست مكتوبة بالشكل الموجود في التيبل او بشكل القوانين اللي كتبناه قبل قليل. في عندي هنا 5 اكس، اشكالي هنا في 5، وبالتالي ايش اللي حنعمله بالضبط؟ حنفرض حنقول ليت يو 5 اكس، ومن ثم ادي يو هاشتاق هنا حيدي لي 5 دي اكس. بالامكان اضرب هنا في 5 واقسم على 5، او مباشرة اروح قاسم هنا على 5. اذا الدي اكس هستبدلها بديو على 5 واديو ب 5 اكس. يلا نكتب تكاملنا مرة اخرى، او ساين 5 اكس دي اكس يساوي ساين، نعوض الان عن ال 5 الاكس باليو، والدي اكس اهي من هنا بديو على 5، كنا نطلع ال 5 برا. بالتالي هذا التكامل ما هو الا تكامل موجود لدينا في التيبل، حيديني تكامل 1 على 5 كوزاين يو بلاس سي. وبالعودة الى المتغيرات الاصلية حيصير الناتج كوزاين يو، يو اللي فرضناه ب 5 اكس بلاس سي. طبعا بالامكان احنا بعد كذا على طول ممكن نكتب ناتج التكامل مباشرة، تكامل الساين بكوزاين ونقسم على مشتاق الزاوية. ناخذ مثال اخر، مثال اخر example evaluate تكامل x cotangent x square dx. برضو في هذا المثال طبعا الايحاء اننا حنستخدم قانون الكوتانجنت، لكن دالة التكامل ليست مكتوبة كما هي في جدول التكامل، وبالتالي نحتاج بعض التعويضات وبعض التصليحات بحيث نعود الى الصيغة الموجودة في الجدول او في التيبل.
فحنفرض يو باكس تربيع. طبعا ما ينفع نفرض يو بكوتانجنت اكس تربيع لان المشتقه غير موجوده، هتعقد لي المساله اكثر. كما قلت في السابق، لو عندي داله مثلثيه وداله اخرى اشوف الزاويه. لو عندي داله مثلثيه في داله مثلثيه انظر هل احدهما مشتقه للاخرى. طب لو عندي داله مثلثيه في داله كثيره حدود اشوف هل الزاويه مشتقتها موجوده بالراء. نعم الزاويه هي موجوده. هلو اشتقينا هنا الدي يحدي ليش 2 اكس بي اكس. بالامكان نضرب هنا في 2 نقسم على 2 او نقسم هنا على 2 مباشره. هل دي اكس دي اكس موجوده؟ نعم اي اكس دي اكس موجوده، اكس دي اكس موجوده. اروح اعوض مباشره، يلا نكتب التكامل مره اخرى. اهو اكس كوتانجنت اكس تربيع دي اكس يساوي اكس دي اكس بديو على 2. كنا نطلع الاثنين برا هنا النص برا، وعندي هنا كوتانجنت الاكس تربيع دي. بالفعل هذا التكامل موجود لدينا في التيبل. الان استطيع اطبق القانون الموجود في الجدول اللي عبارة عن ln ساين يو بلاس سي، وهذا يساوي نص في ln ساين اليو اللي فرضناه هنا الاكس تربيع بلاس سي. ناخذ مثال اخر، اكزامبل اخر. evaluate تكامل سيكان اكس سيكان اكس بلس تان اكس دي اكس. طبعا لو عندي دالتين مضروبه في بعض انظر هل احدهما مشتقه للاخرى. اذا كانت الاجابه بنعم خلاص استخدم مباشره التعويض، لكن واضح ان ليس احدهما مشتق للاخر. لذلك حضرت حضرت يبقى عندي سيكان تربيع اكس حضرت سيكان في سيكان، وبعد هنا عندي سيكان اكس في تان اكس دي اكس. هذا يساوي اوزع التكامل، يبقى عندي سيكان تربيع اكس دي اكس زائدا تكامل سيكان اكس تان اكس دي اكس. طيب انا لما اجي كامل هنا اقول ما هي الداله التي لو فاضلتها حديني سيكان تربيع؟ الداله هي تان اكس. هنا برضو حقول ما هي الداله التي لو اشتقيناها حديني ناتج سيكان تان اكس؟ الداله هي سيكان اكس. ذلك مهم جدا ان احنا نستذكر قوانين التي درسناها في مقرر التفاضل، مهم جدا. يعني الطالب الكويس في التكامل هو الطالب الممتاز في التفاضل. ناخذ مثال اخر، اكزامبل ايفالويت تكامل سيكان سكوير جذر اكس على جذر اكس دي اكس. طبعا شكل هذا التكامل يوحي باننا سوف نستخدم القانون لكوسيكان تربيع اكس. طيب لكن دالة التكامل ليست مكتوبة بالشكل الموجود لدينا في التيبل، لذلك ندخل بعض التعديلات التصليحات. فحنستخدم التعويض، حنفرض يو. ايش انسب تعويض لليو؟ انا قلت لو في عندي داله مثلثه في داله اخرى افرض الزاويه، لو فرضت يو كوسيكان تربيع حيعقد المساله. اذا احسن فرض افرض بايش؟ اليو بقدر اكس، والديو كلنا نعلم ان مشتقتها واحد على قدر 2 اكس دي اكس. طبعا انا عندي في المساله هنا موجود جذر اكس دي اكس، اللي مش موجود هنا الاثنين. اما اقسم على 2 واضرب في 2، او مباشره من هنا اضرب الطرفين في 2.
هيصير عندي 2 دي يو دي اكس جذر اكس. فراح مباشرة هنا استبدل دي اكس على جذر اكس ب 2 دي يو، والجذر اكس اشيلها وارميها واحط بدلا عنها بي اليو. يلا نكتب التكامل او مرة اخرى. يلا نعوض مع بعض، دي اكس جذر اكس ب 2 دي يو، اطلع الاثنين هنا برا. بوا عندي هنا كوسيكان تربيع جذر اكس اليو. الان استطيع اطبق القانون كما هو موجود لدينا، تكامل كوسيكان تربيع اكس بي ماينس كوتانجنت يو بلاس سين، وهذا يساوي، وارجع الى المتغيرات الاصليه حيث اليو لدينا بي جذر اكس بلاس سين. طبعا يحتاج مننا نتدرب نحل تمارين بحيث نكتسب مهارة في التكامل، التكامل والتفاضل كلما حلينا تمارين أكثر كلما اكتسبنا مهارة أكثر. يعني ما نستطيع نحفظ المسائل، مسائل كثيرة، لكن بحل التمارين نستطيع في الحقيقة أن نكتسب مهارة في حل مسائل التكامل. إكزامبل آخر، هناخذ تطبيق في الحقيقة. find the area، find the area A of the region under the graph of y equals tan x over 2 from x equals 0 to x equals pi over 2. الحل solution مطلوب في هذه المسألة إيجاد الأريا. طبعا بالإمكان نحن نمثل الجراف، شوف ايش المطلوب بالضبط، اي تان اكس تان اكس، طبعا نحن نشيل من صفر الى الى باي على 2، نريد من صفر الى باي على 2، طيب حنوجد هنا الحقيقة في هذه المسألة المساحة الواقعة تحت هذا المنحنى اللي هو عبارة عن y يساوي tan tan x على 2. الاريا هي عبارة عن أو تكامل من صفر إلى باي على 2، الدالة اللي حنكاملها اكس على 2 دي اكس، فاحنا عاوزين نوجد المساحة الواقعة تحت هذا المنحنى ومحدودة هنا باكس اكسس واكس باي على 2 اكس بزيرو. حنفرض اليو، طبعا انا القانون لدي في التيبل ليس بهذا الشكل وانما تان اكس، وبالتالي حبدا افرض اليو باكس على 2 مع ملاحظة هنا التكامل محدود، ومن ثم الديو ب دي اكس على 2، الاكس فاضلها بواحد او مشتقة بواحد، طبعا عندي ما في دي اكس على 2، بالامكان اضرب اقسم هنا على 2 واضرب فيه 2، او اتخلص من النص هنا اضرب الطرفين في 2، حيصير عندي 2 ديو، اذا اشيل الدي اكس الدي اكس واحط بدلا عنها 2 ديو. طبعا التكامل هنا المعرف من صفر لباي على 2
بالامكان اكامل اكامل بعد بالاخير اعوض، او ممكن البدايه من هنا على طول هغير حدود التكامل اف اكس تساوي صفر، اروح معوض هنا اف اكس بصفر اعوض عن اكس بصفر، اذا يو يساوي صفر على اثنين اذا يساوي صفر، اذا عندما اكس بصفر اليو حتكون بكم؟ بزيرو. طيب اف عندما الاكس بباي على اثنين، واروح معوض برضو الباي على اثنين هنا، هيدي ليش يو باي على اثنين بس من اثنين يعني باي على اربعة، اذا عندما اكس باي على اثنين اليو حتكون بكام؟ باي على اربعة. يلا نعوض الان التكامل، اذا التكامل من صفر الى باي على اثنين، لا خلاص عندما صفر اليو بصفر، وعندما اكس باي على اثنين اليو باي على اربعة. نأتي الى دالة التكامل دا انتجرال، حعوض على الاكس على اثنين ديو، والدي اكس من هنا باثنين ديو بالاثنين برا، هذا تكاملنا او هذه الاريا، اذا الاريا تساوي الان استطيع كامل استطيع اطبق القانون اللي اخذناه قبل قليل، حدي لي لين تانيو تكامل تانيو لين سي كان يو، وحدود التكامل طبعا هنا من صفر الى باي على اربعة. يلا نحسب نعوض الان تعويضات مباشرة، اعوض عن اليو باي على اربعة، وهذا يساوي اثنين، نعوض عن اليو بالحد الاعلى سيكان باي على اربعة ماينس الين سيكان بالحد الادنى، نعوض بالابر باوند اند ذا لور باوند، نحسب هذه القيم. طبعا يفترض ان احنا نذكر القوانين الاساسية للزوايا، طبعا للزوايا الشهيرة ليس بالضرورة ان احنا نحفظ جميع القوانين الموجودة عندكم في التيبل. طبعا بالنسبة للزوايا صفر وباي على اثنين وباي وتو باي، يعني نستطيع نتعرف عليها من خلال هذه الدائرة. هنا عندي الاحداثي اكس بواحد واي بصفر، هنا بصفر وواحد، هنا سالب واحد وزيرو، وهنا عندي بزيرو وسالب واحد. الاحداث الاول انا عندي هنا الزاوية زيرو، الاحداث الاول الواحد في الحقيقة ما هي الا عبارة عن كوسين الزيرو، والزيرو هي عبارة عن الساين الزيرو، وهكذا. وقيل هنا عندي باي على اثنين، كوزين باي على اثنين بزيرو، وساين باي على اثنين بواحد. اجي هنا عندي لي باي كوزين باي بسالب واحد، يعني الاحداثي الاول هو كوزين الزاوية، والاحداثي الثاني هو في اول الكتاب. فانا عندي لين سيكان باي على اربعة، طبعا عندي الكوزين كوزين باي على اربعة 45، المجاور الزاوية دي للزاوية دي المجاور على الوتر، هنا الساين والكوزين نفسها، السيكان مقلوب للكوزين، إذا حيدي لي كام؟ جذر اثنين ماينس اللين سيكان زيرو كوسين زيرو بواحد، نقلبها يديني ايش؟ سيكان زيرو اللي بواحد واللين واحد بزيرو، إذا نتوقع عندي الناتج اثنين لين جذر اثنين. نراجع هذه الزوايا، مثال آخر اكزامبل، اكزامبل آخر evaluate مطلوب حساب التكامل اي اس 2 اكس سيكان اي اس 2 اكس دي اكس. الحل طبعا في هذا المثال افترض حنستخدم القانون اللي هو تكامل سيكان، لكن انا القانون او دالة التكامل
ليست مكتوبة بالشكل الموجود في التيبل، وبالتالي احتاج في البداية اعمل بعض التبسيطات. هستخدم التعويض، هفرض الزاوية هي 2 اكس بي يو، هنشتق هنا دي يو الدالة الأسية في مشتقة الأس اللي هي 2 دي اكس، فانا عندي يوس 2 اكس دي اكس هي موجودة، اللي مش موجودة الاثنين، اما اضرب في اثنين واقسم على اثنين او مباشرة اقسم دي. وبالتالي يوس 2 اكس دي اكس بدي يو اوفر 2. نعوض في التكامل، نكتب التكامل مرة اخرى، سيكان يوس 2 اكس يوس 2 اكس دي اكس، هذا المقدار حستبدله وشيله وحط بداله ايش دي يو اوفر 2 اطلعها بالراحه. وعندي هنا سي كان اشيل الاي اس 2 اكس واحط بدال الاي اس 2 اكس، وهذا يساوي خلاص. الان استطيع استخدم القانون الموجود لدي في بدايه المحاضره وفي التيبل اللي هو بإلن سي كان يو بلاس تان يو بلاس سي، وارجع للمتغيرات الاصليه ادي لي نص لن سي كان يو، اليو عندي انا فارضها بي اس 2 اكس بلاس بلاس سي. وبكذا نكون انجزنا هذا التكامل. ناخذ اكزامبل اخر. طبعا بعض هذه الامثله تقريبا تطرقنا لها في السابق، لكن في الحقيقة أنا حبيت أفرد محاضرة كامل للدوال المثلثية لأهميتها، وكمان حنأخذ محاضرة كامل للدوال المثلثية العكسية. بعد كذا إن شاء الله ندخل في طرق التكامل ونكون قد تأسسنا، يعني أخذنا 10 محاضرات في أساسيات التكامل، يعني بقى معي طرق التكامل 5 أو 6 محاضرات. لكن كوننا أخذنا محاضرات كثيرة في الأساسيات، هذا في الحقيقة يساعدنا في استيعاب طرق التكامل. إكزامبل آخر، evaluate، نريد أن نحسب هذا التكامل cosecant x minus 1 square dx solution. طبعا احنا قلنا قبل كذا لو في عندي دالة ذات أس تربيع جذر، أنظر هل أستطيع أفرض الدالة التي موجودة تحت القوة هذه أو الجذر، هل أستطيع أفرضها بيو؟ طبعا نستطيع نفرضها بيو إذا كان مشتقتها موجودة، لكن هنا لو فرضنا هذا المقدار بيو هل مشتقته موجودة؟ لا. إذا أبدأ أفك هذا التكامل، يلا حنفكه مع بعض. حربع الأول أو كوسيكان تربيع إكس مربع الأول، الأول في الثاني في اثنين، كوسيكان إكس وأربع الواحد واحد، سالب واحد سالب واحد سالب واحد، يعني إحنا هنا في الحقيقة استخدمنا هذا القانون، يفترض كلنا فاكرين هذا القانون أو مربع الأول، الأول في الثاني في اثنين، اثنين AB زائدا B تربيع، وهذا التكامل. أو يساوي أوزع سيكان تربيع إكس دي إكس ماينس 2 تكامل كوسيكان إكس دي إكس زائد تكامل دي إكس. كوسيكان تربيع إكس دي إكس، ما هي الدالة اللي فاضلتها أحصل على كوسيكان تربيع إكس؟ الدالة هي ماينس كوتان إكس كوتانجنت اكس ماينس 2 تكامل كوسيكان اكس اللي هي لن كوسيكان اكس ماينس كوتان اكس زائد تكامل الدي اكس واحد اكس زائد ال سي. ناخذ مثال اخر، ايفاليويت مطلوب حساب التكامل كوزين 5x ساين 5x dx
واضح هنا في هذا المثال عندي الدالة المثلثية تحت قدر وعندي الدالة المثلثية أخرى، فأفضل فرض أن أنا حفرض اليو بالدالة المثلثية التي تقع تحت القدر ومشتقتها موجودة، إذن هذا الفرض أو هذا التعويض صحيح. نقول ليت يو يساوي كوزاين 5x، إذن الدي يو اشتق اديني سالب ساين 5x في مشتقات الزاوية. طيب أنا ما في عندي هنا سالب 5، إما ضرب في سالب 5 وأقسم على سالب 5 أو من هنا مباشرة راح أقسم الطرفين على سالب 5، إيش ديني هنا ساين 5x dx. يلا نعوض في التكامل سيكان 5x يساوي، يلا مع بعض هنعوض تحت الجذر كوسيكان كوزاين 5x اللي هي بيو وساين 5x دي اكس اللي هي بديو اوفر سالب 5، استطيع اطلعها بالراحلة. اذا هذا يساوي سالب 1 على 5 وتكامل اليو، استطيع كتابة جذر يو يو اس نص. يلا الان نكمل مع بعض، حزود الاس واحد هديني ايش 3 انصاص، لان الواحد فيه نصين ونص 3 انصاص، قسمة 3 انصاص، وارجع الى المتغيرات الاصلية وبسط هذا المقدار، راح ابسط هذا المقدار، هذا يساوي سالب عندي 3 على 2 ترجع كام؟ خلي بحث تصير 2 على 3، وعندي هنا يو اس 3 على نص اس 3 على 2 زائد سي. اليو المقدار اللي موجود هنا اللي فرضناه كوزان 5 اكس، اذا هذا يساوي سالب 2 على 15 كوزاين اس 3 على 2 5 اكس بلس. نكتفي بهذا القدر، واتمنى من الجميع يتدرب على حلول بعض التمارين. اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.